اكتر انت كنت مع كانت معاك في الشغل معايا الافريقي؟ كانت معايا في السعوديه كمان لما تعب. قولي لي بقى لما تعب ودخل المستشفى عملت ايه؟ هو انا ما حضرتش الماتش، رحت بعديها بيوم عشان كنت عارفه يعني قد ايه هيبقى زعلان. كان متضايق جدا وتعب جدا، سخن جدا. اول مره في حياتي كنت اشوف امام بالمنظر ده. كان متأثر جدا ارتبط بجمهور الاهلي قوي قوي. قوي. خلى الارتباط بقى انتوا كلكم كأسرة بجمهور الاهلي بشكل قوي. طبعا بيبقى اكتر اهم حاجه عنده كل ماتش انه ينزل عايز يعني يسعد الجمهور اللي هو بيساعده. اكتر مرة كان فرحان فيها؟ اكتر مره شفت امام فرحان فيها كان يوم لما كسب كاس مصر. كاس مصر وجاب الجول الاولاني. كنت متوقعه له انه يجيب جون؟ كنت متوقعه له، كنت خايفه عليه لان امام قبليها كان تعبان جدا جدا. تعبان مريض ولا كنت مصاب؟ مريض. تحكي في القصه؟ احكي. هو كان تعبان ورحنا بيه المستشفى، اصلا الدكتور بتاع المستشفى قال له انت ما ينفعش تسافر. ياه، عندك كورونا؟ كان عندك كورونا؟ كان شبه كورونا. او كانت كورونا يعني. كابتن، في حاجة انت كابتن دي أول مرة احكي. يعني اسمين تحكيها الأول. عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. وحشاني والله. انت كمان. كان قبل الماتش يا كابتن انا تعبت، تعبت جامد ودرجة الحرارة كانت عالية. ماتش الكاس اللي انا جبت فيه الجول. فبعدين ده في مصر قبل ما تسافر؟ قبل ما اسافر بيومين. فبعدين انا تعبت جدا يا كابتن وما كنتش قادر اتحرك، يا نهار ابيض. فنزلت رحت المستشفى. الدكتور قال لي مش هينفع تسافر. كان اول ماتش ليا اهلي وزمالك. ده قصه اول مره تحكي. فبعدين قال لي مش هينفع تسافر وهتتحجز النهارده. قلت له انا طورت بكره. قال لي مش هينفع. كان عايز يحجزك في المستشفى؟ كان عندي، كان شبه كورونا. شبه كورونا؟ شبه كورونا. هما كانوا عايزين يتاكدوا لسه. نعم. قلت له انا هسافر. قال لي يعني، قلت له هسافر وانا على ضمانتي اي حاجه، على مسؤوليتي. على مسؤوليتي. خدت بعدي وسافرت. سافرت الدكتور جاب الله طبعا ما سابنيش. وطبعا الدكتور جاب الله لو كان حاسس بحاجه يعني خطيره كان قال لي، يعني لو كان في يعني عرض يعني حاجه على الكورونا ولا كده كان قال لي. فبعديها كابتن طبعا اتمرنت التمرينه اللي هي قبل الماتش. كنت عمال بقى اخد في علاج وخدت حقن كتير ونزل الماتش يا كابتن. انا مش فاكر كان درجه حرارتي كانت كام. ياسمين؟ ايوه درجه حرارتي كانت كام؟ 40. كانت 40. والله انا اصلا عرفت انه تعبان قبل الماتش يا كابتن. هي كانت موجوده معاك؟ كانت موجوده قبل الماتش بيوم قبل ما اسافر. كانت هي وحماتي. كانوا بيجيبوا لها كابتن معلش في كلمه يعني زي ميه ساقعه احط رجليها فيها. وبطاطين كنت بموت، كنت بموت فعلا. قبل ما تسافر؟ قبل ما اسافر. قلت لهم انا هسافر وهلعب، مش هينفع. قلت لهم هسافر وهلعب. يا نهار ابيض. والله سافرت يا كابتن ساعتها. انا كنت بموت يا كابتن، كنت ما كنتش قادر. انا جوايا ما كنتش قادر بس هلعب. هو الدكتور اصلا قال له ما ينفعش تسافر. الدكتور جاب الله قال لي، بس هو كان في عياط وانهيار. انا ساعتها عيطت وقلت لهم لا هلعب والله. المستشفى قعد يعيط وانهار ومشينا في المستشفى في مصر قبل ما تسافر. مستشفى الصفا. والدكتور جاب الله جالك؟ الدكتور جاب الله لما حكيت له. قلت له يا دكتور انا هلعب يومين شمال، انا هلعب. سافرت وبعد كده اداني حقن واداني ادويه كتير الحمد لله. انا لعبت الماتش وجبت جون الحمد لله. جبت جون وعملت اسيست الحمد لله. وانت اصلا درجه حرارتك 40؟ 40 والله. بلعب وانا 40. انا اصلا واقف في الملعب يا كابتن، انا عينيا مش شايف بيها. يا نهار ابيض. والله عينيا ما كنتش شايف بيها فعلا. كنت حاسس يا كابتن ان في حاجه قدام عيني كده سودة مش شايف. دي قصة أول مرة أول مرة أحكيها. أول مرة نسمعها.